الله، الغزالة اللي ماشية هناك دي، ده شكلها كده غزالة سمينة كده ومغذية، وانا جعان ومكلتش من الصبح، اما اجري كده الحق اكلها علشان تغذيني، اصل انا جعان. تعالي لي يا غزالة، تعالي. يا ماما، هو الاسد ده عمال يبص لي كده ليه؟ عمال يجيبني من فوق لتحت، ده بانه عايز يجري ورايا ياكلني ولا ايه؟ يا ماما، هو عمال يبص كده ليه؟ اما اجي الحق اشوف اصحابي فين علشان ما ياكلنيش وانا معاهم، اما الحق اهرب منه. الله، ده الغزالة بتجري، انت رايحة فين يا غزالة؟ تعالي. ايه يا اسد، انت عايز مني ايه؟ ما انا ده راجل رايح عند اصحابي، انت بتنادي عليه ليه؟ وانت عايز مني حاجة ولا ايه؟ الحقوني يا اصحابي، الحقوني، الاسد بيجري ورايا عايز ياكلني، الحقوني يا اصحابي، جاي ورايا دلوقتي، الحقوني. ايه يا صاحبتي، مالك فيكي ايه؟ جاي فين الاسد ده اللي عايز ياكل؟ احنا مش شايفين حد جاي وراكي ولا حاجة. اهو جاي ورايا والله، اجري يلا بسرعة، اجري بسرعة من هنا. ما تخافيش يا غزالة، ما تخافيش، مش هيقدر يعمل لك حاجة طول ما احنا مع بعض، عشان احنا كده كلنا مع بعض هنقدر نهزمه، احنا كتير وهو واحد بس، هيخاف مننا وهيجري، ادينا مستنيين لما نشوف لما يجي هيعمل ايه. ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا يا غزالة؟ ايه الغزلان الكتير قوي دي؟ لا ده انا مش هعرف اصطادك كده، انتوا كلكم هتهجموا عليا وهتموتوني، اما الحق انفد بجلدي، انا غلطان اني فكرتك لك يا غزالة. الحقوا يا اصحابي، الحقوا، ده الاسد بيجري لما شافنا كلنا مع بعض. ايه ده، ده طلع جبان خالص فعلا، احنا لما بنكون مع بعض بنكون اقوى منه. طبعا يا غزالة، علشان كده ما عنديش تبعدي عننا تاني، ولازم تفضلي ماشية مع القاطع بتاعك، لان الاسد لو شافك لوحدك تاني هياكلك. لا يا اصحابي، انا مش همشي تاني لوحدي ابدا، انا خلاص اتعلمت الدرس، وبعد كده مش همشي الا في القاطع بتاعي. بعد كده مش همشي الا في القطيع بتاعي علشان الاسد يخاف مننا وما يهجمش على حد فينا ابدا. اصحابي الحلوين، اتعلمنا من قصة النهاردة ان في الاتحاد قوة وفي التفرق ضعف. لو عجبتكم قصتنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا قصصنا الجديدة.